الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم نسي الكل، صباح النور، مرحبا بكل متابعي الحياة فهم. هذا برنامج الحياة في العائلة، موعد جديد نحكي فيه على الأنماط متاع شخصية الطفل. ترافقني مدام نجيبة الحاجة الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيبة أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل الفريق وبكل مستمعي الحياة فهم. شكرا لك، رحبوا بأيمن ليغا في الإخراج التقني للحصة، سيف بولعريس في الديجيتال. مدام نجيبة، اليوم باش نكملوا بقية الأنماط متاع شخصية الطفل اللي يحكينا على بعض الأنماط، الحساس، السلبي، النشيط إلى غير ذلك، وتطرقنا لهم بالقداء الخصوصية متاعهم وفن التعامل كيفاش نجموا نتعاملوا معهم. اليوم مدام نجيبة باش نحكيه على النمط الأناني، شخصية الطفل الأناني كيفاش. ساعة قدمها لنا، حاول تعطينا فكرة عليها وصفاتها بيان سور، كيفاش نجموا نتعاملوا معها. هذا ما معناها برشا أولياء جي تحكي لك على ولدها، وإلا حتى نشوفوا فيهم نحن أجور في الروضات، ولادنا في الشارع، مرات في السوبريت بارتو، ترى أنت صغير كيفاش يتصرف. تقول أنت أوتوماتيك ما احنا شنو نحبوا، نحبوا الأولياء يتعرفوا على الصفات باش يحسنوا التعامل مع وليداتهم. الطفل الأناني، كلمة أنانية ديجا توحي بصفات معينة. أناني إيش معناه؟ أكل حب الذات بشكل معناها مفرط، مبالغ فيه. يعطيك الصحة يا سهام. يحب يستحوذ على كل شيء، ما يحبش يقاسم حاجياته، يحب مضى به كل شيء ليه، كل شيء متاعه، ما يشاركه فيه حد. وهذايا معناها حب الذات المفرط والمبالغ فيه يخليه يعمل بلوكاج في علاقته مع الآخر. نبدو بعلاقته بإخواته، ومن بعد صغير مش ينتقل للروضة، ومن بعد مش ينتقل للمدرسة، ومن بعد مش المجتمع، المجتمع من الباب العريض. الصغير هذا شنو السلوك هذا مش يولد، بما أنه هو يحب كان روحه، يحب كل شيء ليه، كل شيء متاعه، دونك مش يربط علاقات باهية مع أصحابه، مش ينفروا منه أصحابه، ومش نبدو صعي ينفروا منه أخواته. معناتها مش تكون علاقة صدامية ومتصدعة بينه وبين أخواته، مش تكون فما هو وفجوة علائقية بينه وبين أخواته كالمقربين والمحيط بصفة عامة. هالصغير هذايا بالحق معناها صعيب سرار باش تلقى أنه عنده عمل علاقة. إذا عمل علاقة راي مدو مش برش معناها مع أخواته ولا مع أصدقائه، حكم الصفات اللي فيه وطبيعة اللي فيها. يستحوذ على كل شيء، إذا كان أنت هي العلاقة أخذ وعطاء، نتنازل مع وتتنازل، معناتها فما التبادل التكافؤي المرغوب فيه والإيجابي. إذا كان أنت تحب كل شيء ليك، انت انا باش حتى كان باش نكون صديقك باش نتحملك مره اثنين وبعد ما وبعد ليستون بي، يعني مش نبقى عليك معناها خاطرك انت عمال تاخذ عمال تطلب عمال تاخذ عمال تطلب. ما يقولش ستوب، ما عندوشك الشبع معناها ولا وما يراعيش حاجيه الاخر، ما يراعيش مشاعر الاخر، حتى ما يحطش الاخر في حيز المنطقه نتاعه ولا في عاطفته ولا في تعامله. دونك هذايا سي ان انفون ايغويست، معناها يلزم لي بارون الفيت اتونسيون في الشخصيه من الاول باش ما تتعكرش الوضعيه كي يخرج للروضه ويخرج للمجتمع بصفه عامه. وهذا ينجم يفيقوا بها الاولياء، نعملوا تي هما الاولياء ديجا اساليب التربيه الوالدي هي الكارثه سلوك الانين. صحيح مدام نجيبة، انا مش نسالك باش نقول لك انه النوع نتاع التربيه الوالديه اللي ينجن بالضروره هالنمط هذا، نمط الانين الدلال البرشا. انك انا عندي اوفر دوز، اني باش ندللك وكل شيء مرغوب والمطلوب اطلب تعطى وطلباتك مستجابه واوامرك معناها تنفذ بحذافيرها. دونك يا معناها الحمايه الزايده والتدليل المفرط او القسوه، هذوما راه معناتها عملتين لوجه واحد، هذوما الاثنين يولدوا. كيفاش القسوه مادام نجيبه نجم تولد الاناني؟ بطبيعتك انت القسوه مش يكون هو، انت مش تولد مش يكون اناني باش يثير الرغبه ويحقق رغباته، معناتها باش يثير فيك انت، لا انت ما قسيت عليه ما عطيته حتى شيء، مش يحاول يستحوذ ويحب روحه باش يلبي رغباته اللي انت ما وفرتهالوش، والحلقات المفقوده في عاطفته في ذاته في رغباته اتسيتيغا. واضح. دونك راهو الدلال المفرط والقسوه زايده هما يؤديه الى نتيجه واحده اللي هي انه يكون الاناني. دونك احنا شنو توا الاولياء؟ ديما نقول الاولياء فات اتونسيون له السلوكيات هذيه، راهو انت المسؤول الاول باش تعدل وتهذب هالسلوك هذايا، لانك ولدك اذا كان انت ما عدلتلوش في دارك
انت لاحظت هالسلوكيات هذه من غير ما تلتجئ المختص، معناتها تو تبارك الله لي فونيتر نتاع العلم والمعرفه تنجم تحل، معناها تمشي تلوج في اللي جوجل تو، معناتها العالم الافتراضي يعطيك نجم يسمعنا في الحياه في العائله، تسمع الحياه في العائله، تسمع تشوف في التلفزه، تشوف في اليوتيوب في الجوجل تو تيب، معناتها دو فورماس دو لانفورماسيون تنجم تجيبها من تو توب دو زون، معناتها دانفورماسيون. اذا كان تعذر عليك تنجم تسال الخبراء والمختصين. الحاجه نبدو بك انت يا سيدي ونحسبوها وضعيه طبيعيه، وان نقول لك انت عندك ثقه في نفسك وقادر باش تعدل هالسلوك هذايا في بيتك. دونك شنو واش تعمل انت؟ اول حاجه باش تحاول تعدل فك التدليل الزائد نتاعك وتبدا تقلص فيه بشوي، تقلص فيه بشوي بشوي تدريجيا. هو خاطر يلزم التدريج، راك ما تجيش تقول ستوب، ما تجيش هكاك، يلزم احنا عباره على ولدك مش تفطموا على حاجه باش تمشي، لك التهيئه النفسيه وتبدا بشويه بشويه التدرج باش نوصلوا معناتها للنتيجه الباهيه. اوسي بيان اذا كانك انت شديد وقاسي يلزمك زادة تحاول تحتوي ولدك، تحاول تعامل معاه بأسلوب معناها راقي ولبق وشوية حنان وشوية عاطفة وشوية، معناها أك في بلاصة أنت باش تكونك القسوة نتاعك اللي مش تأدي النتيجة سلبية، عدل أنت في سلوكك، أعمل أن ريترو باك لروحك وشوف قول أنا كيفاش سلوكي، كيفاش نتعامل أنا مع ولدي. دونك كان ندلل فيه ياسر نعدل، كان يقاسي معاه ياسر نعدل، معناتها تعدل روحك، اصلح من نفسك باش تشوف الصلاح في ولدك. حاجة أخرى، عزز الثقة في ولدك انت، زادة مش كنت باش هو اناني باش تقول نو وتبدا اجور شبيك هك علاش هك علاش تعمل هكا. دونك انت تنمي له الثقة في الذات، تعلمه كيفاش يحب الناس، ماذا بينا نعملوا انترميديير، خاطر نبدو عندنا صغيرات يتعلقوا برشا بالحيوانات، نحاولوا نجيبوا له حيوان اليف باش يشوف اترافيرك الحيوان هذاك حسن المعامله من الاخر وشو باش تودي النتيجه هذيك باش يشعر بالخير. مهم ياسر مادام نجيب تربيه حيوان اليف للطفل كيفاش ينعكس على الصغير؟ هذاك صعب باش يعلمه كيفاش تبني علاقه، لكن باش يتلهب حيوان وينظف له ويوكله ويشربه، هذيك زاده باش تنمي فيه مسؤولية. الشعور بالاخر والمسؤوليه، الاعتماد على الذات، هو بيدو الحيوان مش يكون ان انترميدير وسيط بينه وبين المحيط نتاعو. دونك مش يعلمه الحب ويعلمه التفاعل باش يهذب له السلوك نتاعو، نقولوا احنا يهذب له السلوك ويعدله له اكثر ما يمكن. علم ولدك معناها قيمه العطاء، كيفاش تعطي معناها وتاخذ، تعطي وتاخذ، اكل مبادلات بينك وبين، شاركوا في لعبه جماعيه، حاول تشارك ولدك معاك في كل ما انك تعمله في الدار بطريقه معناها سلسه وطريقة إيجابية، باش هو زادة حاول تدخله في ألعاب جماعية، معناتها الصغار هذوما لازم نخدموا معاهم برشا الألعاب الفردية هنو وحده، والألعاب الجماعية باش تعلموا هذيك روح المنافسة، احترام الآخر، نحترم الهزيمة، نحترم الفوز، نعطي دوري معناها نخلي دوري للآخر نتعامل معناتها كالتاقف حريتي وانت بدأ حرية غيري. دونك هذايا التفاعل الأصلي اللي يلزم يكون مع الطفل روح الفريق، ومعناها كيفاش يتحدى مع أصحابه وكيفاش معناها يخدم. واضح، شكرا لك مدام نجيب الحاجة الأخصائية النفسانية التربوية، يعطيك الصحة على كل النصائح اللي قدمتهم. كنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج الحياة في العائلة، نتقابلوا في الحلقة القادمة في لمن الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة.